يعتبر النهارده زلزال والتوابع الماتش الجاي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، معانا تليفون. بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل. رضا شحاته، نجم مصر ونجم الاهلي، اهلا بيك. اخبار مبروك عليكم وعلينا وعلى الاهلاويه كلهم والمصر، ويا رب دايما كده نادي الاهلي مفرحنا ومن نجاح لنجاح يا رب دايما. اهلا بيك يا رضا. كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن اسامه عرابي، وطبعا محمد فاروق. يعني مبروك عليكم. انت سلمت الرايه خلاص؟ لازم على طول، ما هو النادي الاهلي طول عمره كده، الرايات بتتسلم على طول من الاجيال، وتعلمنا ده من النجوم الكبار اللي قاعدين عندك كبير، ان احنا هو النادي الاهلي كده، الجيل بيسلم جيل زي ما بتتكلم، واللي بيدخل النادي الاهلي بيدخل في منظومه محترفه، وبيدخل عارف يعني ايه روح النادي الاهلي، ويعني ايه فانيله النادي الاهلي، ويعني النادي الاهلي. هي الرايات بتتسلم ماتشات وبطولات واحلام كل الناس تدخل بعد الجيل العظيم اللي قاعد معاك شرفنا في الاستوديو. اكيد. يعني انت سلمت الرايه عشان سته، ولا عشان علي معلول جاب الهدف بدري؟ عايز افهمها منك. لا حلو، الاهداف بدري يا ميدو دايما هي اللي بتبقى كلمه السر في المباريات الكبيره او النتائج الكبيره. اكيد. هو عايز يهرب. لا لا لا، ما انا هجيبه. هو عايز يهرب. مني هو عايز يهرب. انت هتروح مني فين؟ براحتك، خد راحتك، خد راحتك. وبعدين هو طلع معايا كمان في ماتش السته، فهو عايز يجيبك يا رضا. انت مبسوط عشان السته ولا مبسوط عشان الجونج بدري؟ يعني براحتك، احنا مع بعض لغايه لما تقول لي ايه سر. بسم الله الرحمن الرحيم، علي معلول. بسم الله الرحمن الرحيم، علي معلول. انا قاصدها يعني ميدو طبعا فيها برضو حته كده حب شويه بنلعب صحابنا، يعني بنلعب صحابنا زي بالظبط. ولكن الفكره كلها والله ان النتيجه، خلي بالك النتيجه كبيره على قبل النهائي، يعني الحدث نفسه بطوله مهمه، ونجم الساحلي فرقه كبيره، فان انت تكسب سته ده حدث، موضوع مش عادي كده ويبقى تقليدي يعني. ولكن الهدف بدري بيدي، بيفتح الخطوط، بيقدر انت شغل التكتيك بتاعك بتعمله شغل اريح شويه. كان عندنا مش في الحته الدفاعيه، عندنا مشكله في نص الملعب، واحمد فتحي وحسام عاشور، ولكن هو دي سمات الشخصيه للنادي الاهلي، وهي دي ولاد النادي الاهلي، بيبقى غايب، فاللي بيدخل بيبقى قد المسؤوليه، بيبقى اكبر كمان، بيبقى تحت ضغط. ونجيب، انا مبسوط جدا، محمد نجيب حاجه مشرفه وحاجه يعني، عايز اقول له شكرا، انا بشكره شخصيا، هو اكتر حد انا فرحان له طبعا، لان هو بيرجع من بعيد قوي، وبيرجع احسن من الناس اللي موجوده. بالظبط بالظبط بالظبط. عايز رضا، بعد الجون الاولاني كان رد فعلك ايه؟ لا انا مش مصدق، عارف اللي هو انت يعني احنا لسه بسم الله الرحمن الرحيم يعني ما لحقناش، ولكن طبعا يعني رد فعلك اي حد قلقان على النتيجه وخايف على النتيجه ونفسه خلاص في البطوله دي، بقى لنا فتره عايزين البطوله، فالهدف بدري ده احنا ما حدش كان مصدق، ولكن كلنا كنا مبسوطين وفرحانين بالنتيجه، ولكن الحمد لله الحمد لله. مبسوط مبسوط ان وليد ازارو فكت معاه وجاب هاتريك وكان متالق. خلينا نتكلم على جزئيه وليد ازارو. وليد ازارو كان عنده، هو لعيب مميز جدا، اتكلمنا في ان راس الحربه يا جماعه دلوقتي مش تهديد بس، راس الحربه دلوقتي خلف مساحات، وهو اللي بيدي مساحات للناس اللي جايه من تحت، هي اللي تلعب وهي اللي عندها حلول، فهو كان بيعمل ده بشكل كبير جدا. حته التهديف كانت نسبه، كانت غايبه عن وليد، ولكن الحمد لله عملها النهارده وبقى مؤثر بالشكل ده. ولكن برضه دور وليد ازارو اهم من التهديف، هو الدور اللي بيعمله، الدور التكتيكي اللي بيعمله في الملعب، دوره اهم، ده اهم من التهديف. ولكن احنا بقى بنبقى طمعانين في كل حاجه، وبنبقى عايزين لعيب كامل، اللعيب اللي هو راس الحربه، الهداف اللي بيخلق مساحات، وبيبقى عنده الحاجات دي، ولكن الحمد لله ان هي فكت النهارده، وان شاء الله ينتظروا ازارو بقى الفتره اللي جايه. طب احنا هتيجي امتى من المنصوره؟ انا راجع بكره ان شاء الله. يلا تعالى عشان تجهز نفسك، عشان بقى انت عارف عشان نحتف. جاهز؟ ماشي حاضر. كابتن رضا شحاته، نجم مصر ونجم النادي الاهلي، اهلا وسهلا بيك ونورت وشرفت. كابتن